غازي شلونك؟ زين، خير. شو عندك؟ خير بويهك. ها، أنا جاي مثل ما اتفقنا. اتفقنا على شنو؟ آخذ ليال. لا خالي، ما أبي. شنو؟ لا، ليال عيب، أنا أبوك. ما أبي ما أبي. شاب، الموضوع ترى مو غصب. لا غصب، ليال بنتي وأنا حرة أتصرف معاها بالشكل اللي أنا أشوفه صح. خلي بنية الحين أمها موجودة. قانونياً أنا ما سويت شيء غلط. بعدين يا جماعة، إيش فيكم قاعدين تقوون رأسها علي؟ هذه بنتي وبتظل بنتي غصبا على الكل. ما يخالف، الوقت كلش مو مناسب انك تاخذها الحين. لا الحين ولا بعدين، ماني رايحه. بابا روح دش داخل. لا ما تدش داخل، انا لما اقول الحين يعني الحين. شاب، انا بالكاهل عندك. ايش فيك؟ اسكت زين. داخل يلا. ايش اقول حق امها يا ابن الحلال؟ ايش فيك؟ قول لها اللي تقوله، بنتي وانا اتصرف معاها بالطريقه اللي انا اشوفها صح، مو اللي انتم تشوفونها صح. انا بلك اياها، اسمع. يا عمي طيب زين، انا اللي جايب لك اياها. بنتي وتقررون عني بعد. هذا اللي ناقص. عمي روح زين.